في هذه الحالة نقوم بـ عربية تحت عنوان القدس عاصمة فلسطين. احتكاك مع تجارب في نيجيريا، في تونس، في تركيا والعراق، وتجارب مراكز بحوث في مختلف أرجاء الوطن، وفر لطلبة الدكتوراه والباحثين والمختصين مادة دسمة تحتاج أن تتجدد كل سنة أو كل سنتين في إطار هذا الاختصاص المتشعب حول فنون الخط